السلام عليكم. في سؤال جه بيقول لو انا دلوقتي شغال شغل حر، هل الطبيعي ان انا اعمل شغل وما اخدش فلوس في الاول غير لما مثلا اعمل نص الشغل ولا او خلص الشغل، ولا لازم اخد شغل عربون قبل ما ابدا شغل، ولا النظام بيتم ازاي؟ بص يا فاضل، لو انا شخص ده معرفوش ومحدش بيشكر فيه ومش اسم معروف وما اشتغلش معاه قبل كده، لا ما اعملش معاه شغل غير لما اخد منه داون بيمنت او مقدمه من الافعال، تمام. انا بقول مثلا اهو شغل، اهو الناس اللي بتشكر فيه اهو والحاجات اهي، تمام، وانا اعمل لك الشغل اهو، تديني جزء من الافعال وانا اعمل لك شغل، واول ما تشوفه ابعت لي فلوس ثانيه واعمل حسابك هكذا، يعني اعمل لك جزء من فلوس من الشغل وانت تديني جزء من الفلوس وهكذا، تمام. الا لو حاجه صغيره مثلا تصميم معين، تمام، اه خلاص انا هوريك الفكره او اوريك حاجه معينه مثلا معموله قبل كده، وانت لو موافق عليها خلاص هبعتها لك. لو انا واحد واثق فيه واشتغلت معاه قبل كده والناس تشكر فيه واداني الفلوس زي ما اتفقنا وفي سابقه اعمال، اه ممكن مثلا اعمل له جزء من الشغل، مش هخلص الشغل كله، لا هعمله مثلا ايه 5% من الشغل واديهوله، وبعد كده مثلا ابدا اخد الافعال بتاعتي وابدا اكمل شغل معاه. ناس كتيره اتضحك عليها وعملت جزء، عملت جزء شغل كتير جدا، وبعد فتره اقول له ايه، طب زود لي دي، طب زود لي دي، طب ما تديني الفلوس، لا وانت تبقى خايف مثلا ان انت تقول له اقف هنا والفلوس ده عليك، فتلاقي نفسك كملت وصاحب معاك الشغل مثلا لشهور، تمام. وفي ناس كتير يعني عانت من حاجه زي كده. ف الناس كتير تقول لك ايه، انا خايف الشغلانه اخسرها، طب خلاص انا اعمل له الشغلانه، اعمل له مثلا ايه 50% من الشغلانه وبعد كده بقى نتكلم في الفلوس، وتعمل 50% فلوس ويقول له زود زود زود، طب عشان نديك ال 50% دي اعمل 50 تانية وبعد كده ايه الشغل كله ده عليه. فلا لازم ايه توازن الامور. لو حد تعرفه اه ممكن ابدا اديله اعمل له 5%، لو واحد معرفوش ممكن اوري له صفحه اعمال، ممكن اديله عربون محبه مثلا كلمتين حلوين، اشرح له الموضوع، اعمل له بروبوزل، الحاجات دي كلها، افتح له الموضوع معايا حياه كروكي. انما ان انا اشتغل لا، لان واحد يقول لك ايه انا عندي العماره دي اعمل لي مثلا البيزمنت مثلا، وبعد كده لو عجبني هنخش في الباقي، تعمل له البيزمنت، طب معلش اعمل لي بقى الجراوند، طب اعمل لي كذا، وتلاقي نفسك خلصت العماره كلها وهو بناها وكده وانت ما خدتش الفلوس. وزي ما انتم شايفين اهو، في واحد العميل عايز ياخد منه فلوس في الاول عشان يضمن انه هيشتغل، طب ما ممكن ياخد منه فلوس وما يديش الشغلانه ويمشي. يعني في ناس كتيره مش عارف اقول بيستاهل ولا ايه، فلازم نكون حريصين شويه في الموضوع، ما تبذلش جهد كبير وانت ما خدتش فلوس.